نجي إلى إنشاء الوحدة الثانية. إنشاء الوحدة الثانية هو يخص عيد الفطر الموجود بكتاب الإنجليزي الصف الأول متوسط. يقول Dear Tom, عزيزي توم, I'd like to tell you about عيد الفطر أو عيد الفطر. هنا جاي توم يرسل رسالة إلى صديقه, أو حمزة يرسل رسالة إلى صديقتهم بمناسبة عيد الفطر, ويقول له عيد الفطر هو It is festival at the end of Ramadan, إنه مهرجان, festival مهرجان في نهاية رمضان, and celebrates والاحتفال the end of fasting, واحتفال في نهاية الصوم. الفاستينج معناها الصوم, يعني نهاية رمضان يسوون فيستيفل مهرجان واحتفال بالموضوع, زين, اللي هو يقصد به عيد الفطر. زين, last Eid we dressed a new clothes, في نهاية في النهاية, يعني نهاية شهر رمضان, يعني يقصد هنا بداية العيد. ودريسد نحن نرتدي أو نلبس نيو كلوذس, ملابس جديدة. فيرستلي هاي أول شيء. Then we went to the Moscow, ونذهب إلى الجامع. هنا موسكو مو المقصود بها موسكو يعني عاصمة روسيا, وإنما المقصود بها الجامع. To prayer يعني ونصلي صلاة العيد. عيد برايرز معناها صلاة العيد. We want out give money, ونخرج أو نعطي النقود. وpresident والهدايا to poor people, الناس الفقراء. Finally, وفي النهاية, we visited, نحن نزور friends الأصدقاء and relatives والأقارب. نعم, والمفروض نضيف له بعد فقرات, مثلا نلاقي نقول له عيدك مبارك, واضح شلون. يعني المهم احنا نحاول الانشاء نقلل قدر المستطاع, لان اذا كثر يصير الحفظ ماله شويه صعب. ورايت سون, اكتب لي لاحقا او قريبا. هنا عندنا حمزه, وشكرا للمتابعه.